حضراتكم تاني وتم اعلان نتيجه طبعا، وهنقول لحضراتكم بالارقام تحديدا طبعا بعد ما سمعناها من معالي المستشار عبد الله قنديل رئيس اللجنه المشرفه على انتخابات نادي الزمالك. بس الحقيقه انا ملاحظ فرحه بطعم جماهيري، الشكل اللي شايفينه في الخيمه وتحيه الاعضاء وفكره ان انت تشيل القائمه كلها مش بتشيل شخص واحد، خلي بالكم دي رساله مهمه جدا، وكلامهم كله عباره عن احنا، مفيش حد بيقول انا. دي نقاط انا حبيت بس يعني القي الضوء عليها او اسلط الضوء عليها، لان ان الاوان ان نرجع لصوت الرشد، صوت العقل. نادي الزمالك محتاج صوت الحكمه في الفتره الجايه. قبل كده شفنا حاجات عطلتنا، فمش عايزين نبص لها بقى، عايزين نبص للمستقبل. واضح ان الجمعيه العموميه اختارت نمط معين واختارت شكل جماعي معين، وكان اختيارها واضح ان هو في ميول للعمل الجماعي، الاصرار على العمل المؤسسي، الاصرار على الانتفاضه. الصوره اللي قدامي دي انا بتعني لي ان دي فرحه جماهير مش فرحه انتخابات. لما اشيل كل المرشحين اللي تم الفوز، يعني تم فوزهم بالمقاعد دي، حتى تحياتهم واحساسهم دي فرحه زملكاويه مش فرحه منصب. فرق كبير جدا جدا ما بين ان انا افرح عشان منصب، وفرق كبير جدا ان انا افرح علشان ان انا زملكاوي. الصوره اللي قدامي الحقيقه معبره جدا جدا، انك تشيل قائمه تقريبا كلها، فكره انكار الذات والاصرار عليها وان انت بترددها في كل كلماتك. فدي نقاط في غايه الاهميه، بينضم حتى كابتن احمد سليمان، كابتن حسين لبيب. يعني في الصوره اللي قدامنا مش واضح مين رئيس، مين نائب، مين عضو مجلس اداره، ودي الروح اللي نادي الزمالك محتاجها الفتره اللي جايه: تحكيم صوت العقل، الرشد، الحكمه، تصريح اكتر من شخص من اعضاء القائمه ان شاء الله نادي الزمالك فاتح ايده وبيبانه لكل الناس سواء كانوا في الانتخابات او بره الانتخابات. دي تصريحات بقى لنا كتير مفتقدينها، مفيش استعلاء، دي نقطة مهمة جدا. معلش اعذروني لبعض المصطلحات، لكن الواحد نفسه نادي الزمالك يبان وشه الحقيقي، لها وجه حقيقي الى الان لم يظهر. ادوله فرصة يتنفس، محتاج يتنفس، محتاج العمل الجماعي. الفرحة اللي قدامي دي مش فرحة مناصب، دي فرحة عمل جماعي. أتمنى يكونوا قدر المسؤولية عشان أكيد هيتم محاسبتهم، وأتمنى لهم التوفيق بشكل عام. طبعا كده قائمة كاملة بتنجح من برسالة من أعضاء جمعية عمومية إن هم عايزين نمط معين وشكل معين وأداء معين. خلينا نقول لحضراتكم هو طبعا تشكيل مجلس إدارة نادي الزمالك: رئيس كابتن حسين لبيب، نائب الرئيس كابتن هشام نصر، أمين الصندوق دكتور حسام المندوه، أعضاء مجلس إدارة فوق السن الكابتن أحمد سليمان، أستاذ هاني شكري، أستاذ عمرو أدهم، أستاذ هاني برزي، أستاذ محمد طارق، كابتن حسين السيد. أعضاء مجلس إدارة تحت السن: نيرة الأحمر، أحمد خالد حسنين، ورامي نصوحي. ألف مبروك لأعضاء مجلس إدارة، وألف مبروك لنادي الزمالك على طبعا المشهد واليوم التاريخي اللي كان موجود النهارده، وعرس باذن الله يترجم على الارض. مفيش مجال للكلام، وحتى لو قلنا مبروك مبروك النهارده بس لمده ساعه ساعتين لحد بكره الصبح، وده اللي اعتقد حتى باين من صوت الناجحين في الجمعيه العموميه. عايز اشكرهم واحد واحد، عايز اشكر كل المرشحين اللي كانوا موجودين النهارده سواء يعني وفق او لم يوفق، لان في الاخر الهدف مصلحه النادي. فكره ان انت بتتنافس من اجل مصلحه النادي غير لما يكون في منافسه على جثه النادي. دفعنا ثمنها كتير جدا جدا جدا. ان الاوان لصوت العقل وصوت الرشد وصوت الحكمه باذن الله رب العالمين. نادي الزمالك باذن الله يتنفس. انا ما بحبش ابالغ في فرحه واقول مبروك، لان المهمه ثقيله جدا، تكليف وليس تشريف. ما فيش شك ان نادي الزمالك تشريف لاي حد يعدي جنبه، لكن برضو التكليف هو اللي واخد الجانب الاكبر. واعتقد الناس اللي موجوده كفكر اقنعوا جمعيه عموميه ان هم ينتخبوهم ككتله واحده، يمكن نظرا لبرنامج، نظرا لايمانهم بالعمل الجماعي. المهم ايا كان مين هيبقى موجود على فكره نقول له مبروك، او ايا كان مين اللي بره هنقول له هارد لك، وان شاء الله تتعوض في الفتره اللي جايه، لان في الاخر هدفنا نادي الزمالك. ممكن ما توفقش دلوقتي، لكن باخلاقك وبطريقتك الفتره الجايه تديك مساحه انك تبقى موجود. ويهمنا من المجلس الحالي اللي تم انتخابه ان ياسسوا فكره الكوادر، وياسسوا فكره خلق الافاق لان يجي كوادر تانية ويبقى في فرص حقيقيه
لان يكون مجلس الاداره ده يتم التداول فيه ويمشي على خطه واضحه. الشيله تقيله ولسه هنتكلم فيها كتير وكتير جدا، لكن ما اقدرش اقول غير الف الف مبروك لمن اختارتهم الجمعيه العموميه لنادي الزمالك.